يقول هذا السائل: والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم، أكثر من 100 يمين، ولا تؤدي القليل، فما حكم الشرع في ذلك؟ مأجورين. هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة، لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها: والله لا أضربنك، والله لا أكسرن رجليك، والله لا أفعلن كذا وكذا، تهدده إذا خالف، من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا، فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة. لكني أنصح إخواننا المسلمين أن لا يكثروا من الحلف حتى في لغو اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، معناها لا تكثروا الحلف بالله. كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يمينا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه، والفائدة الثانية أنه لو خالف لم يحنث، أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة، فطاف على 90 امرأة في تلك الليلة فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، ليتبين لسليمان عليه الصلاة والسلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. ودليل الثاني أن عن الفائدة الثانية وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لهذا ينبغي الإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل، فيقول: والله إن شاء الله، أو والله بمشيئة الله لا أفعلن كذا وكذا. نعم، جزاكم الله خيرا.